السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في هذا الفيديو القصير إن شاء الله. طبعا هذا الفيديو فيش فيه شرح، في مثال بسيط وجميل هيك حابين نحله مع بعض إن شاء الله. وبتمنى أن تكونوا حضرتوا الفيديو السابق، يعني لازم تحضر الفيديوهين السابقين اللي بنحكي فيه عن تحليل معادلة الميزانية، واللي استخدمنا فيه أيضا الفيديو استخدمنا فيه السبورة الذكية عشان نفهم التحليل. السؤال هذا للي حضر المحاضرتين الصغار سابقا حيكون سهل وسلس وحتستوعبوا ان شاء الله على طول. خلينا نعمل مشاركه للشاشه لإذنكم، اللي هو بيتحدث عن تحليل العمليات الماليه. تمام. طبعا زي ما حكيت احنا تركيزنا في هذه المحاضرات في الثلاث فيديوهات اللي بنحكي فيهم عن تحليل العمليات المالية. بدي يعني أتمنى أنه بعد هذه المحاضرات تكون الأمور إن شاء الله سهلة وسلسة، وكل الطلاب استوعبوا هذا الموضوع. لأن أعطون شباب نفس الفكرة، لأن هذه مجموعة عمليات مالية، وزي ما حكينا كل العمليات المالية يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات. مطلوب منك فقط أنك تحلل هذه العمليات. إيش يعني أستاذ نحلل؟ انك تعرف اطراف العمليه وتعرف مين مدين ومين دائن، تعرف الحسابات ومين مدين ومين دائن. زي ما شفنا العمليه الاولى بدات الشركه اعمالها براس مال قدره 50,000 دينار نقدا على طول. زي ما اخذنا قبل قليل في المحاضره بدي اقول انه والله طرف العمليه عند الصندوق وراس المال يبقى صندوق اصل وراس المال حق ملكيه، الصندوق زاد فهو مدين وحق الملكيه زاد فهو دائن. طبعا لازم يكون شباب واحد مدين واحد دائن، ما ينفعش يكونوا اثنين مدين وما ينفعش يكونوا اثنين دائن. تمام. هذه العمليه الاولى واخذنا زيها قبل هيك. اثنين، دفعت الشركه مصروف الايجار ب 450 دينار نقدا. يبقى اعطوه الاستاذ مصروف الايجار، مصروف الايجار هذا حساب بنقول عنه حساب. تمام. والصندوق، هاي الحسابين، الايجار مصروف هو مبلغ بتدفعه الشركه مقابل حصولها على خدمه من الناس. تمام. والصندوق هو اصل معنى اموال الشركه، الكاش التي تملكها الشركه. الايجار زاد، واحنا وضحنا اخواننا في المحاضرات السابقه ان ليس المقصود بالايجار انه الحمد لله تريحت دفعت الايجار، لا، المقصود فيه انه القيمه التي تراكمت في هذا الوعاء اللي هو وعاء الايجار قديش؟ قاعدة بتزيد، معنى انت دفعت 450 للشهر هذا، طيب الشهر الجاي كمان 450 صار 900 وهكذا، تمام؟ والصندوق اشمل، دفعت انت كاش فالصندوق انخفض، فالإيجار مصروف زاد فهو مدين، والصندوق أصل نقص فهو دائن. الحالة الرابعة الثالثة، اشترت الشركة سيارة ب 6500 دينار نقدا، لأن السيارة والصندوق هذا أصل زاد فهو مدين، والصندوق أصل نقص فهو دائن. الحالة الرابعة، اشترت الشركة بضاعة بمبلغ 2500 دينار نقدا. يعني خلينا نفرق بين شغلتين. مرات الشركة بتشتري أصول ثابتة زي السيارات، معنى الشركة اشترت سيارة، ليش شرتها؟ عشان تستخدمها. تمام. الشركة اشترت آلة عشان تستخدمها في التصنيع، الشركة اشترت مبنى عشان تشتغل فيه. تمام. الشركة اشترت حواسيب للموظفين عندها. لكن اخوانا اذا الشركة اشترت بضاعة او الشركة اشترت سلع عشان تبيع وتربح فيها بنسميها احنا بضاعة. يعني والله الشركة اشترت 10 طن طحين، ليش؟ احنا شركة نعجن ونخبز؟ لا، عشان تبيع وتربح فيه. والله الشركة اشترت 50 مثلا او 10,000 كرتونة شيبس، ايش من طعم الموظفين شيبس؟ لا، عشان نبيع الشيبس ونربح فيه. حسب مجال عمل الشركة، والله الشركة اشترت 500 جهاز لابتوب، ليش؟ عشان تبيعهم وتربح فيهم وهكذا. وبالتالي الشباب اشترت الشركة بضاعة، بقول الحساب البضاعة وحساب الصندوق، البضاعة اصل والصندوق اصل، لان احنا شرينا بضاعة فاشترت البضاعة عندنا زادت فهي مدينة، والصندوق دفعنا حق البضاعة كاش فالصندوق نقص فهو دائن. خمسة، حصلت الشركة على قرض من بنك فرنسيين 7,000 دينار نقدا، يبقى الصندوق حساب والقرض حساب، الصندوق أصل والقرض التزام زي ما أخذنا قبل هيك، الصندوق زاد فهو مدين والقرض زاد فهو دائن. طيب بينفع يكون اثنين زاد وأسس عادي؟ بينفع اثنين يكون إنه واحد منهم إخواننا أصل وواحد التزام. المهم إخواننا لازم يكون واحد منهم مدين وواحد دائن. بس كلنا نعرف ونتذكر في القاعدة اللي أخذناها تاعت معادلة الميزانية أن الأصول والمصروفات لما تزيد مدينة لما تنقص دائنة، والإيرادات والالتزامات وحقوق الملكية لما تزيد دائنة ولما تنقص مدينة، عكس بعض. ستة، اشترت الشركة حواسيب أو إخواننا آثاث أو آلات أو معدات أو أرض أو مباني،
هذه كلها اصول ثابته، كيف شرناها ب 8000 على حساب من شركه القدس؟ يقولون هنا عندي حواسيب وهي اصل، زاد فهو مدين، ودائن للقدس هون هذا التزام، زاد فهو دائن. نقطه 7، باعت الشركه بضاعه ب 1200 دينار نقدا. ها في جزء من البضاعه اللي شرناها قبل قليل بدنا نبيعها، تمام؟ طب كيف بعنا؟ بعنا كاش، يبقى صندوق طرف والبضاعه طرف ثاني. طب الصندوق ايش نوعه؟ اصل. طبعا لما بيع بترزق الواحد بقبض، فبكون مدين، اصل زاد فهو مدين. طب حساب البضاعه، انت قاعد بتحمل الناس بضاعه، الناس بتخش على محلك بتاخذ البضاعه وبتمشي بتعطيك حقها، فالاصل هذا شماله بنخفض بنقص، فبكون دائن. اصل البضاعه اصل انخفض فهو دائن، تمام. النقطه 8، تم تحصيل ايراد فوائد دائنه. ايش يعني ايراد فوائد دائنه يا اخواننا؟ ايراد يا شباب الفوائد دائنه، انت لما يكون معك مبلغ قدره مثلا 5000 دينار، معك مبلغ روح حطيتهم في البنك، وليعني البنك هون ايش حيعطيك بباله؟ حيعطيك ربا، حيعطيك فائده. الفائده هذه بالنسبه لك ايش مالها؟ مكسب، هذه ايراد، تمام؟ طبعا اخواننا هذه الفائده يعني حرام شرعا، انه هذه ربا، تمام؟ والعلماء اتفقوا على تحريمها، وربنا قال في الكتاب العزيز يمحق الله الربا ويهب الصدقات، تمام؟ فالمهم تم تحصيل ايراد فوائد نقدا، يبقى انا عندي الصندوق اصل زاد انه قبضنا نقدا فهو مدين، ايراد الفوائد تمام؟ ايراد برضه زاد، انا اخذت من البنك 420 ولو رحت له السنه القادمه حاطين كمان 420، الايراد زاد فهو دائن. العملية قبل الأخيرة، اشترت الشركة بضاعة بمبلغ 3500 بشيك، يبقى الحساب عندي حساب البضاعة نوع أصل، أنا شريت فالبضاعة زادت فهو مدين، وشريناها كيف؟ بشيك يعني مش كاش، طيب عن طريق البنك، هنا كلمة شيك معناها بنك، تمام؟ أخوانا البنك إيش نوعه؟ أصل. لما تدفع أنت حق البضاعة أموالك في البنك بتنخفض، تنقص، يبقى انخفض. اصل اخوان البنك اصل انخفض فهو ايه؟ فهو دائن. السؤال العاشر والاخير، باعت الشركه بضاعه بمبلغ 1100 دينار على الحساب من شركه مين؟ السعاده، تمام؟ احنا بضعنا بضاعتنا اللي عندنا في مخازننا، بضاعتنا العزيزه علينا ب 2100 دينار، بس ما اخذناش حقها، مسامحين؟ لا مش مسامحين، هذا على حساب. إذا عند الطرف الأول هي مدينون، نسميها مدينون، هي مدينون، خلينا نكتبها، هي مدينون شركة السعادة، أو مرات بنسميها الزبائن شركة السعادة، أو عملاء شركة السعادة. إخوانا هذه أموال إلك عندهم، لأنهم أخذوا بضاعة منك، صار بدك أموال من شركة السعادة، أموالك عندهم، فهذه أصل، أموالك عندهم زادت فهي مدين. طب البضاعة في المخازن عندي أنا بعت، فهي انخفضت، هي أصل، انخفض فهو دائن. تمام؟ هذه يا اخواننا بتكون هيك احنا اخذنا مجموعه. طيب يا استاذ ممكن يكون العمليه فيها يعني ثلاث حسابات؟ يا استاذ يعني ممكن نقول يا اخواننا انه والله مثلا اشترت الشركه بضاعه ب 5000 دينار، تمام؟ يعني مثلا ممكن نعملها اذا بدكم على السريع. مثلا نقول مثلا على السريع اشترت الشركة بضاعة مثلا ب 20000 دينار، ثلثها خلينا نقول ثلثها نقدا والباقي ايش؟ على حساب من شركة صفقة مثلا، صفر من بلادنا المحتله. الان يا اخوان هذه عمليه زي هذه، هل يا اخوان فيها ثلاث حسابات؟ شرينا بضاعه ب 20000 دينار ثلثها نقدا. يبقى بني بقول اخواننا انا عندي هالحساب البضاعه، هذا اول طرف. طب الحساب الثاني نقدا، يبقى عندي الصندوق. طيب الحساب الثالث انا شاري بضاعه، ايش اسمها؟ دائنون صفر. انا اعطوك على حساب يعني. طيب هون الان البضاعة ايش نوعه؟ اصل. انت شريت بضاعة، ايش صار في البضاعة؟ زادت بكام؟ زادت ب 20000. هون اصل زاد فهو ايه؟ ف
فهو مدين مش مدين مدين. طيب الصندوق شباب لما انت شريت، لما انت شريت مش دفعت، مش دفعت كم دفعت؟ دفعت الثلث تمام، الثلث خلينا نقول يا اخوانا 30000 دينار عشان بس الثلث تظبط، مش بديش كسور عشان بس الكسور. قلت يا اخوان هذه البضاعه زادت ب 30000 دينار. طيب يا اخوان انت لما شريت قديش دفعت كاش؟ 10000. يا اخوان الصندوق ماله اصل؟ ايش صار في الصندوق عندنا؟ اخوان الصندوق يا استاذ انخفض لانه دفعنا نقص. معلش اخوان الصندوق ايش ماله؟ نقص، نقص ب 10000 لانه ثلث. اخوانا صندوق بنقص ايش بكون؟ دائم. طيب تمام، لان اخوانا دائم منصفد. ايش يعني دائم منصفد؟ اصل الالتزام، يعني انت شاري من الناس بضاعه بدون لك حقها. قلت لك اخوانا هذه التزام، ديون يعني، ديون. تمام الان قديش بدهم منك صفات ضايل؟ انت اعطيتهم ثلث، يعني ثلث ال 30000 و 10000 كم ضل؟ ضل 20000. وانا ايش صار في الالتزام عليك الدين؟ زاد 20000. طيب الان اخوانا دائما صفات التزام وزاد ايش بكون؟ التزام لما يزيد ايش بكون؟ دائم. واضح؟ فالعمليه زي يعني سواء حتى لو كان فيها ثلاث حسابات بقول انا عندي البضاعه، عندي الصندوق، عندي شركه صفر. البضاعة أصل زاد مدين، صندوق أصل نقص دائن، دائن منصفد التزام زاد فهو دائن. هيك يكون عندي في مدين دائن دائن، ما عندي مشكلة خالص. إن شاء الله يعني في لقائنا اللي حيكون مباشرة من ناخذ ونسمع على استفساراتكم وأسئلتكم، بتمنى الشباب تحلوا أمثلة من الكتاب وتحلوا تمارين كمان وتتدربوا بشكل كويس على هاي تحليل العمليات المالية والأمثلة اللي شرحناها. يعني في ختام اللقاء بشكركم شكر جزيل على استماعكم، بتمنى تكون الامور سلسه وسهله، وبتمنى انه تتدربوا كمان اكثر واكثر وتتمرنوا اكثر واكثر بحيث ان شاء الله الامور هذه تكون يعني موضوع يعني مفهوم، لانه صراحه الموضوع القادم وهو تسجيل العمليات الماليه يعتمد على تحليل العمليات الماليه، فهمك هان وقوتك هان معناه انه انت حترتاح في تسجيل العمليات المالية. إذا حللت صح التحليل فيش أسهل منه، حيكون تحليلك تسجيلك صح. إذا حللت صح بتقدر تسجل صح في دفاترنا المحاسبية. إذا ما عرفت تحلل مش حتقدر تعرف تسجل. إن شاء الله الموضوع يكون يعني سهل. شكرا جزيلا طلاب الأعزاء، وإن شاء الله نراكم على خير. ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم، يحفظ أهلكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.